قبيل انطلاق التظاهرات اليوم، الكاظم يوجه الاجهزه الامنيه بحمايه التظاهرات وحسم مظاهر السلاح خارج القرن. ردا منه على استمرار التظاهرات، النظام الايراني يصعد من حملات القمع ويقطع الانترنت في كردستان.

فيتو روسي يبطل قرارا امميا يندد باستفتاءات الضم في اوكرانيا وبايدن يقول ان بوتين لن يرهب واشنطن وحلفائه صباح الخير مشاهدينا الى تفاصيل هذه النشره الاخباريه من الحدث. تزامنا مع الاستعدادات الجاريه قبل الذكرى الثالثه لانتفاضه تشرين اليوم وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحه مصطفى الكاظمي الاجهزه الامنيه بعدم استخدام الرصاص الحي خلال تامين التظاهرات وتوفير الحمايه في ساحه التظاهر كما دعا الكاظمي القوات الامنيه الى الانتشار تحسبا لاي سلاح خارج عن القانون ومصادرته. هذا وانتشرت قوات الأمن في العاصمة بغداد والمناطق القريبة من المنطقة الخضراء كما بدأت عمليات تفتيش عن الأسلحة في عدد من المناطق وسط انتشار أمني مكثف قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم أكد للحدث أنه لم يتم رصد أي انتشار لمسلحين في شوارع العاصمة العراقية إلا تحركات القوات الأمنية والعسكرية التي تؤمن ساحات التظاهرات المرتقبة وكذلك تؤمن الطرق المؤدية لها الحقيقه لم تثبت لدينا في قياده عمليات بغداد ضمن قاطع المسؤوليه اي حركه مسلحه عدا حركه دورياتنا والياتنا المتمثله بالجيش العراقي والشرطه الاتحاديه وطوارئ الشرطه مسكنا اعتبارا من هذا اليوم مسكنا التقاطعات المهمه بقطعات كبيره والطرق المهمه المؤديه الى ساحات التظاهر مثل ما معروف احنا في بغداد في جانب الرصافه عندنا ساحه تظاهر هي ساحه التحرير وفي جانب الكرخ الساحه اللي حاليا احنا واقفين فيها هي ساحه النسور أمننا هذه الساحات امنا الطرق المؤديه الها وان شاء الله يوم غد صباح يوم غد ان شاء الله راح يتوجهون المتظاهرين لهذه الساحه الساحتين يتم تفتيشهم تفتيش كامل ودخولهم الى الساحات لممارسه حقهم بالمظاهرات وفي مقابله مع الحدث قال نائب قائد العمليات المشتركه في العراق الفريق اول الركن عبد الامير الشمري قال ان الهدف من انتشار القوات المسلحه هو حمايه المتظاهرين والمقار الحكوميه من التهديد مضيفا ان جميع قوات الامن لن تكون مسلحه الاجراءات المتخذه التي اتخذتها قياده عمليات بغداد خلال هذا اليوم ويوم غد هدفها الاساسي هو حمايه المتظاهرين حمايه ساحات التظاهر التاكد من عدم دخول اي اسلحه الى مناطق اللي خصصت لساحات تظاهر ايضا كل القطاعات اللي موجوده في المخصصه للتعامل مع المظاهرات هي بدون اسلحه قطاعات وحدات فض الشغب تمتلك فقط الهراوات والمصدات البلاستيكيه اجراءات قياده عمليات بغداد نفذت خلال هذا اليوم عدد من يعني عمليات اللي موجوده في محيط المنطقه المنطقه الخضراء عمليات تفتيش نعتقد استعدادات جيدة لحماية المتظاهرين يوم غد. ما راح يكون هناك أي حظر للتجوال ما راح يكون أي غلق لمداخل العاصمة بغداد لكن هناك إجراءات أمنية مشددة الغاية منها احنا يعني نتأكد بأنه عدم دخول مندسين بين المتظاهرين، الغاية عدم دخول أسلحة راح تكون هناك إجراءات أمنية في السيطرات الرئيسية في الفلاتر اللي تؤدي الطرق المؤدية إلى ساحات التظاهر بالتاكيد راح تكون اجراءات امنيه مشدده في محيط هذه المناطق وما راح يكون هناك اي حظر للتجوال في العاصمه بغداد في تطورات الاحتجاجات في إيران واصلت السلطات التهديد والقمع تجاه التظاهرات في مدن إيران المختلفة، وأطلقت الأجهزة الأمنية الرصاص الحي بكثافة على مجموعة من المصلين في مدينة زاهدان عاصمة محافظة بلوشستان، ما تسبب في سقوط ثلاثين شخصاً بين قتيل وجريح. في الموازاة أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في شوارع مدينة الأحواز التي تنضم للمرة الأولى للاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث بعد مقتل الفتاة الكردية مهسة أمين وتداول نشطاء إيرانيون مقطع فيديو قالوا إنه لإضرام المحتجين النار في تمثال قائد القدس السابق قاسم سليماني بحديقة قيطرية في العاصمة طهران نتابع وفي سياق متصل قال موقع نت بلوكس الذي يرصد انقطاعات خدمة الانترنت إن البيانات تظهر انقطاعا للانترنت في محافظة كردستان في غرب إيران وخاصة في مدينة سنندج عاصمة المحافظة وتكررت عمليات انقطاع خدمة الانترنت في عدة مدن إيرانية فيما تتواصل الاحتجاجات منذ نحو أسبوعين التي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى عقب وفاة الشاب مهسا أميني خلال احتجازها من جهتها قالت منظمه العفو الدوليه ان ايران تستخدم عمدا وسائل قاتله لقمع الاحتجاجات محذره انه من دون تحرك دولي يمكن ان يقتل ويعتقل مزيد من الاشخاص واضافت المنظمه ان السلطات الايرانيه حشدت جهازها القمعي للتصدي للاحتجاجات بلا رحمه في جميع انحاء ايران في محاوله لسحق اي تحد لسلطتها كما كشفت عن وثيقه رسميه مسربه تطلب من قوات الامن التصدي بعنف حتى التسبب في الموت وفي السياق أقرت إيران عن مقتل مسؤول الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران في اشتباكات بمدينة زاهدان وقتل خلال الاشتباكات 19 شخصا بينهم ضابط في الحرس الثوري كما أعلن التلفزيون الرسمي كما اعتقلت القوات الإيرانية 130 شخصا خلال احتجاجات بينهم تسعة أوروبيون لاتهامهم بالضلوع في الاحتجاجات وفي منحى متصل أكد مستشار الأمن القومي جاك سوليفان أن الولايات المتحدة تقف مع النساء الإيرانيات من أجل تحقيق مطالبهن وأنها أصدرت بالفعل عدة عقوبات ضد المنظمات الإيرانية المتورطة في قمعهن نستمر في إدانة وحشية النظام وقمعه للمواطنين الشجعان، وتحديدا النساء اللواتي يتظاهرن ببساطة من أجل حقوقهن وكرامتهن وتحقيق العدالة، ونستمر بالوقوف معهن، ليس فقط بالكلام، ولكننا أصدرنا بالفعل عدة عقوبات ضد الكيانات الإيرانية لما فعلته في هذا القتل والوحشية. نعم، سنواصل البحث عن أهداف لفرض العقوبات، ردا على هذه الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان. لم تفلح السلطات الإيرانية في إخماد الحراك المتأجج في الشارع فلجأت لقطع الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي سعيا لإرباك الاحتجاجات الشعبية وإبطاء زخمها. انقطاع يهدف كذلك لمنع تدفق المعلومات إلى الخارج. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن إيران في عهد الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي كثفت الرقابة على الإنترنت من خلال تعطيل الشبكات الافتراضية الخاصة وعرقلة التشفير على تطبيقات المراسلة. بالإضافة إلى تقييد عمليات البحث في جوجل، أمر ليس بجديد فقد درج قادة إيران ولأكثر من عقد من الزمن على تعزيز السيطرة على الإنترنت من خلال بناء شبكة محلية خاصة بهم مع تقليد نسخ من محرك جوجل وتطبيق إنستغرام بحسب الصحيفة الأمريكية وظلت أعداد المعتقلين في قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير في ازدياد مستمر وفي الوقت الذي تشتعل غضبة الإيرانيين من انهيار الوضع الاقتصادي وتدهور حقوق الإنسان تنتشر صور الحياة الفارهة التي يعيشها أبناء كبار المسؤولين في الخارج على الإنترنت وفق نيويورك تايمز، والحنق المتصاعد ما بين الشارع والإنترنت بلغ ذروته مؤخراً بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد ما تسمى شرطة الأخلاق، ففي غضون يوم واحد انضم ربع مليون مستخدم على إنستغرام إلى وسم عن الشابة المغدورة. ردود فعل دولية نددت بقمع المحتجين فيما أعلنت واشنطن إجراءات تدعم تدفق المعلومات بحرية للشعب الإيراني. مجلة الإيكونومست رأت أن المساعدة الأكثر حيوية التي يمكن أن تقدمها الحكومات الغربية للإيرانيين لكسر طوق العزلة المفروض عليهم هي التأكد من أن العقوبات لا تمنعهم من الوصول إلى خدمات الإنترنت التي تساعدهم على التهرب من الرقابة والكشف عن أي انتهاكات. في الملف اليمني حث الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف على العمل على تجديد الهدنة التي تنتهي غدا الأحد وتوسيعها بموجب اقتراح للمبعوث الخاص هانز غرامبرغ ودعا غوتيريش في بيان لاغتنام الفرصة والشروع في استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع يحث الأمين العام بشدة الأطراف على اغتنام فرصة الهدنة فهذه هي اللحظه المناسبه للاستفاده من المكاسب التي تحققت والبدء في مسار نحو استئناف عمليه سياسيه شامله للوصول الى تسويه توافقيه على مدى الأشهر الست الماضية، اتخذت الحكومة اليمنية والحوثيون خطوات مهمة وجريئة نحو السلام من خلال الموافقة على هدنة وطنية تفاوضت عليها الأمم المتحدة وتجديدها مرتين مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر أحث بشدة الأطراف اليمنية ليس فقط على تجديد الهدنة بل وتمديد شروطها ومدتها بما يتماشى مع الاقتراح الذي قدمه المبعوث الخاص هانس جرودنبرغ استخدمت روسيا حق النقد الفيتو ضد قرار يدين ضمها لأراضي أوكرانية إليها بعد أن صوت مجلس الأمن في جلسة استثنائية على قرار يدين عملية الضم الروسية لمناطق دونيسك وزابروجيا وخيرسون ومن المنتظر بحسب مراقبين أن يعرض مجلس الأمن هذا القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي السياق قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن طلب أوكرانيا تسريع انضمامها لحلف شمال الأطلسي لن يؤدي إلا للتعجيل باندلاع الحرب العالمية الثالثة جاء هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زينسكي أن بلاده ستقدم طلبا للحصول على عضوية عاجلة في حلف الناتو والحصول كذلك على المزيد من الدعم العسكري لمواجهة الجيش الروسي الولايات المتحدة لن تخاف من تهديدات بوتين لا هي ولا حلفائها، حسب تصريح الرئيس الامريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي. You know, uh, America and its allies are not going, let me emphasize, are not going to be intimidated. are not going to be intimidated by Putin and his reckless words and threats. He's not going to scare us and he doesn't or intimidate us. Putin's actions are a sign he's struggling. The sham referenda he. Carried out, and the this routine he put on. Don't worry, it's not on there if you're looking. Okay, the, uh, um, the, uh, the sham routine that he put on this morning, that's showing the unity and you know as people holding hands together. Well, the United States is never going to recognize this, and quite frankly, the world's not going to recognize it either. اشار مستشار الامن القومي الامريكي جاك سليفان الى ان الولايات المتحده اصدرت عده عقوبات فيما يتعلق بنقل الطائرات من دون طيار من ايران الى روسيا مؤكدا ان بلاده ستقف في وجه اي محاوله لمساعده روسيا في تغذيه حربها ضد اوكرانيا لقد أصدرنا عقوبات فيما يتعلق بنقل المسيرات من إيران إلى روسيا، ونحن نبحث عن طرق إضافية لتقليل قدرة إيران على تصنيع ثم بيع هذه الأنواع من الأنظمة إلى روسيا، وسنواصل العمل على ذلك، إذ يجب على العالم بأسره أن يرى أن روسيا تواجه مشاكل، وأنها في محاولتها لتجديد قدراتها الخاصة أصبحت مجبرة إلى قصد دول أخرى لمحاولة الحصول على أي نوع من الذخائر الدقيقة مثل الطائرات. بدون الطيار الإيرانية وسنحاول قطع الطريق على الدول الأخرى التي تسعى إلى مساعدة روسيا لمنعها من الحصول على هذا النوع من الأسلحة وعلى الرغم من قرار روسيا، ضم الأقاليم الأربعة الأوكرانية لأراضيها، إلا أن القوات الأوكرانية ما تزال تسيطر على جزء من تلك الأقاليم ما قد يزيد التصعيد العسكري في تلك المناطق التي باتت روسيا تعتبرها اراض تابعه لها بوتين شرعيه فقط في عرف سيد الكريملين ستؤدي الى ضم اربعه اقاليم اوكرانيه الى روسيا بعد حرب دامت لاشهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن عن ضم اكثر من 15% من الاراضي الاوكرانيه بعد الاستفتاء الذي اجرته روسيا في تلك المناطق أربعة أقاليم أوكرانية سيتم ضمها والجمعية الفيدرالية ستدعم انضمام هذه الأقاليم الأربعة لأنها رغبة ملايين الناس وهذا بالطبع حقهم الشرعي وتنص عليه المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بتقرير المصير الذي يعتبر حقا حتميا إلا أن الهزيمة التي ألحقها الجيش الأوكراني بالروس مؤخراً أدت إلى سيطرته على مناطق من تلك الأقاليم. مناطق ستبقى كفوهة البركان الثائر، لا يعرف مصيرها أهي أوكرانية أم روسية، إذ يسيطر الروس على 72% من زابوريجيا وعلى 88% من خرسون، من ضمنها خرسون المدينة. وبضم الاقاليم الاربعه تتغير استراتيجيه الكريملين لتعتبر روسيا انها تدافع عن اراض روسيه وليس عن اقاليم مواليه سياسيا لها كما كان الحال قبل الان اي هجوم على الاقاليم الجديده التي ستضمها روسيا سيعتبر بمثابه عمل عدواني ضدنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين عمليه مشابهه لضم شبه جزيره القرم عام 2014 والتي ظلت حتى الان تحت السيطره الروسيه بالرغم من ان الغرب اعتبر ضمها خطوه غير مشروعه في مقابله حصريه مع قبطان عمل في ملف تهريب البشر وقوارب الموت انطلاقا من لبنان اضطررنا لتغطيه وجهه وتغيير صوته بطلب منه لانه يؤكد ان مافيات التهريب تمتهن القتل في البحر كما في البر وقابل في التحقيق كذلك احد الناجين من الكارثه الاخيره والذي كشف عن اللحظات الاخيره قبل غرق المركب وتهديدهم بالقتل خاصه الحدث من لبنان مع زميله غنويتي هنا ومن على الشاطئ المني بالتحديد انطلقت اول رحله موت باتجاه اوروبا. لم يعلم حينها اهالي طرابلس احد افقر مدن لبنان ان بحرهم سيتحول الى مدافن عائمه تبتلع الراغبين بالهروب من جحيم البر. منذ عام 2019 وحوادث الغرق تتكرر. يجلس عماد هنا رافضا الكشف عن هويته فهو قبطان نجح بتهريب المئات قبل الازمه الاقتصاديه حينها كانت الوجهه فقط قبرص او اليونان لكنه يقول انه بعد الازمه الاقتصاديه تحول ضحايا الهجره غير النظاميه الى طعم سائغ لتجار البشر فتغيرت الوجهه الى ايطاليا طمعا بمزيد من الارباح هون بيصير في بيوت على البحر بيخبوا فيها الناس بيخبوا فيها العالم انه يعني بيقولوا بفرجون اللانش الكبير بس بيقولوا اللانش الكبير ما فينا نقربوا على الشط بيدلوا بالماء ونحن بنحملكم بلانشات صغيره تبعت ساد وبنوصلكم عليه وقت الواحد بيوصل على بي بيروح بالبحر ساعتين وساعتين بياخذوهم على كذا نقله بيروح ساعتين ما بقى في يرجع هو ما بيعرف يسبح يعني يرجع على ليهرب انه يعني في عالم بتقول لهم معك بدي روح هيك بينجبروا عمرو يطلعوا عليه وما بيقدر الهربان يعني اللي دفع مصوري ما بيقدر يرجع يستعيد مصريته لانه يا بيقتلوا يا بيقوصوا يعني مشان ما حدا ينكشف منهم في ناس كبوها بالماء بس ما حدا بيسترجي يحكي عن اللي صار كانوا يعني بيتهددوا بعيالهم اذا كنت تحكوا شو صار معكم بيتهددوا ما يناتلوا نحن ما عندنا امان بالبلد ده ده آه آه عمت آه عمت يؤكد ابراهيم منصور الناجي الفلسطيني كلام القبطان بقي في البحر متشبثا بسترة النجاة لأكثر من 27 ساعة قبل أن ينقذه قارب روسي قرابة شواطئ طرطوس كغيره من أبناء الشمال أرهقته أزمات بلد اللجوء وزادها قساوة القيود التي وضعت عليه كلاجئ لما رحنا احنا 21 واحد مجموعة أسامة فاجأ أسامة ما قبل يركب ما قبل يركب فقالوا له من لك ولادك فبنتفاجئ في مركب ثاني كمان فيه سلاح من حده اه فاضطر يركب ركبنا وصار في حالة طب وتر هيك وفي شيء قال ارجعوا هيك فلحقونا رجعوا قالوا لنا اذا بترجعوا من اوسكو قالوا اذا لا اسامه اذا بترجع من اوسك أنتوا واللي معك يجمع الناجون على طيب المعاملة التي تلقوها في سوريا لكن في الكرة اللبنانية تدل أصابع الاتهام على ترابط المافيات بين البلدين مافيات تشير المعلومات إلى دعم تتلقاه من بعض القوى الأمنية والسياسية يجد أهالي قرية ببنين العكرية أنفسهم بين مرين أبناء فقدوهم على متن رحلات الموت وصيادين من قريتهم تحولوا من صيد الأسماك إلى صيد البشر في البدء عمل الصيادون على تهريب البضائع مما خولهم الاحتفاظ بخارطة التهريب القرية التي تجاور البحر كانت هدفا لمداهمات أمنية بعد غرق المركب الأخير لا يقدروا يكمشوا الراس ما منهم قادرين لانه هذا الراس مستحيل حد يقدر يكمشوه يعني بتوصل الى لناس ضعيفه وهي بتحملها لانه بكون دافعي لها حق الحبسه ولا يرجعوا يطلعوهم السلام عليكم سلام. <متصفيق> زرنا القاضي الشيخ خلدون عريمة في بلدته ببنين يخشى ان لا يكون فقط الربح المادي الهدف الرئيسي لرحلات الموت لا ابرئ هؤلاء المهربين من ارتباطاتهم الإقليمية خاصة وأن هناك طلائع لسرايا المقاومة ولحزب الله بدأ يتواجد في منطقة عكار في طرابلس في الميناء مستغلا لأوضاع المواطنين إذا هناك تصور هناك خطة ممنهجة أولا لإفقار المنطقة وللمزيد من إفت... إفقار المنطقة ثم بعد ذلك ايجاد وسائل لتشجيعهم على الهجره للتغيير الديمغرافي ومعروف تاريخيا ان التغيير الديمغرافي له طريقتين اما الطريقه السلميه الان التي نعاني منها او طريقه الحرب والتهجير والقتل والدمار القوى الامنيه لم تعد قادره على القيام بواجباتها فهؤلاء من جهه يغريهم المهربون باموالهم ومن جهة أخرى لم يعد حرس الحدود البحرية يملك الإمكانيات اللوجستية لتتبع قوارب الموت التي تسرح وتمرح على طول الساحل الشمالي. غنوة يتيم الحدث طرابلس. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها وزوروا الموقع الإلكتروني الحدث دوت نت. انتهت هذه النشرة ألقاكم بعد قليل إلى اللقاء